أهلا يا حلوين، أنا البتول. اليوم سوينا اللوك هذا بالكامل بجهاز واحد فقط. وريزلت بيرفكت. جاهزين تعرفوا الطريقة؟ يلا نشوف. أهلين يا حلوين، أنا البتول. زي ما أنتوا عارفين شعري أصلاً طبيعته كيرلي، بس اليوم حابة أغير وأبغى أسوي شعري في ويفز، أو نقدر نقول بيتش ويفز. وحنسوي كل الشعر بجهاز واحد. الجهاز اللي حنستعمله هو إيراب. هذا الجهاز لا يعرض الشعر لدرجة حرارة أعلى من 150. بعد استخدامه لاحظت أن في كل مرة كنت أحصل على خصلات صحية، ومع مرور الوقت بدأ الفرق يظهر أكثر وبدأت خصلاتي تسترجع صحتها. لم تعد عملية التنشيف والتصفيف تأخذ أكثر من 30 إلى 40 دقيقة. كانوا يمكنني تجفيف الشعر وتجعيده أو تمليسه في الوقت نفسه وبسرعة فائقة. بعد ما خلصنا من الفيرم سموذينج بروش ونشفنا بها شعر كامل، حنشيلها ونحط ملحق الاير اب بيرلز ونسوي البيتش ويفز. هذا الجهاز حقيقي حقيقي غير شعري، غير حياتي بيسكلي. أول شيء سريع ومرة سهل وسو ماتش فون تو يوز، مرة يسلي لما تستعملوه وتحس أنكم بتلعبوا وما بتسوا شعركم. وريزلت بيرفكت. إحنا الحين خلصنا، بس أنا أبغى أزيد شيء بسيط عشان عندي مناسبة وحاروح أغير وأرجع لكم. نبغى نسوي تسريحة مع بعض بسيطة وسهلة عشان أطلع مرة بسرعة بعدها، عشان أعرفكم وأعرف أفراد عائلة جمال أوكي وقد إيش يحبوا تسريحات الشعر. حنسوي تسريحة شعر مع بعض سريعة وسهلة، ورجعنا لكم بعد ما غيرنا. الحين للتسريحة بس حنحتاج أدوات بسيطة، جل أو سبراي وبكلة هير تاي وبوبي بن دبابيس أو بنسة، ونكون خلصنا. وبكذا خلصنا التسريحة سريعة وبسيطة، وكل البروسس بالكامل كان سهل وممتع. قولوا لي هل أنا جاهزة للمناسبة؟ أشوفكم الأسبوع الجاي. باي باي.